اجي واش كاينه الخدمه في المغرب ولا ما كايناش؟ فهاد الحلقه الاولى ديال الموسم الرابع من برنامج الكوتش، قبل ما نبداو نهضروا على تقنيات البحث عن عمل، قررت اننا نبداو نجاوبوا على هذا السؤال هذا ديال واش كاينه الخدمه، باش حتى الا ما كانش الخدمه ما كايناش نقلبوا عليها. وباش نجاوبوا على هذا السؤال هذا ما غاديش نحتكموا للراي ديالي اولا ديالك اولا ديال الاخر، غادي نحتكموا للارقام والارقام الرسميه باش نعرفوا واش كاينه الخدمه في المغرب اولا ما كايناش. فرص العمل اللي تخلقات من 2016 حتى 2017 هما كالتالي: ما بين 3 شهور الاولى ديال 2016 و 3 شهور الاولى ديال 2017 تخلقات 109000 فرصه عمل، وما بين 3 شهور الثانيه ديال 2016 والثانيه ديال 2017 تخلقات 89000، وما بين 3 شهور الثالثه ديال 2016 والثالثه ديال 2017 تخلقات 74000 فرصه عمل. ديجا هذه الفكره الاولى هذه كتعطيكم واحد الرؤيه على شنو هما الوقيتات اللي في العام تيكون فيهم الريكروتمون طالع، وهذه فكره اساسيه. وعدد العاطلين عن عمل في 2016 هي 1,090,000، وفي 2017 1,123,000، يعني كاينه زياده ديال 33,000 في عام واحد. وهذا الشيء راجع لواحد السبب بسيط، هو ان لا بوبولاسيون اكتيف في المغرب زادت ب 107,000 في السنه الاخيره. وفي 2016 مثلا الربع ديال الشباب المغربي اللي عندهم ما بين 15 و 24 عام ما تيقراو ما تيخدموا. ملاحظه هنا مهمه هو ان الشوماج عند الناس اللي ما عندهمش لي ديبلوم والناس اللي عندهم اكثر من 35 سنه نقص، يعني ان جوج فئات هادو تيخدموا اكثر من الناس اللي عندهم 20 عام حتى ل 35 عام وعندهم ديبلوم. وغتكونوا بدون شك فهمتوا القاعده الاساسيه، هو ان العدد ديال الناس اللي كيقلبوا على خدمه زائد العدد ديال الناس اللي كيتخرجوا كل عام اكثر من عدد فرص الشغل اللي كتخلق كل عام. يعني قانون العرض والطلب، فائده المشغل ماشي فائده الباحثين عن عمل. اكثر لي سيكتور داكتيفيتي اللي تيخلقوا فرص العمل في هاد الثلاث سنين الاخرى، اولهم هي لاندستري من موراها الفلاحه والصيد البحري، ثالثا هو لي سيرفيس، ورابعا البني اللي تيخلق اكثر من 7000 فرصه عمل في السنه. وملاحظه هنا بسيطه، هو ان كل ما زاد الدبلوم ديالك كل ما كتقل فرصه العمل ديالك، لان في كاع الشركات في التوب مانجمنت تيكونوا الناس قلال، في الميدل مانجمنت تيكونوا الناس شويه اكثر، وفي القاعده تيكون اكبر عدد ديال المشغلين. والسبب الثاني هو ان كل ما كيزيد الدبلوم ديالك كل ما كيزيدوا لي زيكزيجونس ديالك، دونك تتولي طالب ماشي اي سالير، ماشي اي كونديسيون، ماشي في اي بلاصه، ماشي اي مواصفات. وهاد الباحثين عن عمل كاملين اللي كاينين في المغرب، اكثر من النص ديالهم هما ناس يلاه تخرجوا. خلاصه الموضوع هو اننا فهمنا وبالارقام ان ماشي ما كايناش خدمه في المغرب، ولكن ما كايناش خدمه لكل شيء. دابا شنو غادي نديروا بهاد الارقام هادو؟ ممكن شي واحدين فيكم غادي يتصابوا بالاحباط ملي غيسمعوا هاد الارقام هادو كاملين، ولكن انا ما بغيتكمش تكونوا رومانسيين في طريقه التفكير ديالكم، ماشي هذا هو الهدف. الهدف هو يكون عندي ارقام مضبوطه باش نفهم شنو واقع. دابا كيفاش ندير انا وانت والاخر باش نكونوا من دوك الناس اللي غياخذوا دوك المناصب الشغل اللي ديجا كتخلق كل عام؟ انا في نظري هاد الندره في مناصب الشغل خاصها تخلق منافسه شريفه بين هاد الشباب هادو، باش كيخدم الاول غير الافضل. او بمعنى اخر، واش انت عندك الكفاءه وعندك الاستعداد الكافي باش تكون من الاوائل اللي غيتختاروا في الشركات اللي كيبروبوزيو هاد فرص الشغل؟ وما ننساوش عاوتاني واحد الحاجه مهمه، هو ان ماشي كاع الشباب اللي كيتخرجوا كلهم خصهم يمشيو يخدموا عند الناس الاخرين. كاين بزاف ديال الشباب اللي كيزيدوا يكملوا القرايه ديالهم من بعد التخرج، كيزيد فورماسيون اخرى. كاين بزاف ديال الناس اللي غادي يمشيو يقراو خارج المغرب او اللي يخدموا خارج المغرب. وكاين بزاف ديال الشباب اللي غيخلقوا المقاولات ديالهم وغيكونوا هما سبب في ارتفاع عدد مناصب الشغل اللي كتخلق كل عام. فما تخلعوش بزاف، والا كانت عندك كفاءه وكنتي تضبط المجال ديالك تبع معايا الفيديوهات الجايين، وان شاء الله غتكون من الناس اللي غادي يكونوا كيستاهلوا انهم يلقاو خدمه من الاوائل. وهذا الشيء تنقول لكم ماشي من باب التفاؤل الخاوي، بيان سور تفاؤلوا خيرا تجدوه، ولكن تنقول لكم بالتجربه، لان الاحصائيات اللي عندنا ديال الشباب اللي تبعوا لنا لي فورماسيون ديال تقنيات البحث عن عمل اكثر من 80% كيلقاو خدمه. فالفرق تيكون في طريقه البحث عن عمل وطريقه الاستعداد، كيفاش ندير باش نكون تنجاوب على ان بوزوان اللي كاين عند لو ريكروتور، لان سوق الشغل فيه منافسه كبيره والشركات تتنافس مع الشركات، وهاد المنافسه باش تيقدروا يخوضوها ويفوزوا بها كيخصهم دي سالاريي فحالك اللي عندهم اون كونيسونس ابروفوندي في الدومين ديالهم، اللي عندهم اون ميتريز بارفيت ديال لاندستري اللي تيخدموا فيها،
وليتي تكون عندهم ان سافوار اتر اللي تيخول لهم انهم يقنعوا لو ريكروتور ويقنعوا لي كليون ديال لونتربريز بانهم الشخص المناسب لهذاك البوست. نتلاقاو في الحلقه الجايه، تهلاو في راسكم.